اربع مكونات بس، ملح وفلفل اسمر، ثوم وفلفل قرون. شغل البوتاجاز على اعلى درجه حراره، قطع الثوم والفلفل، بحاول على قد ما اقدر كده يكون رفيعين قوي. الفلفل نفس الكلام برضه، اقطعه يعني اكبر شويه من الثوم. نجيب بقى طاسه شكلها ولعت، تعالى بقى نحط زيت الزيتون. نحط فلفل اسمر وملح على الجمبري قبل ما نحطه يستوي. تعالى الناحيه الثانيه، ده هيساعد ان الجمبري يحتفظ بالطعم اللي جواه اكتر. اديله تقريبه كده خفيفه. توم والفلفل سخنه قوي، انزل بالجمبري. وقبل ما يستوي كده ما تخلوش الجمبري يا جماعه يقفل على بعضيه جامد، يعني هو كده خلاص هو كده استوى، ممكن تكون واحده او حاجه، كل ما يقفل ما يقفلش كده الاخر. نطفي نشيله من على النار. الجمبري كده استوى، هو ما خدش وقت يعني تقريبا 3 دقايق او حاجه. شويه بقدونس بقى عليه كده من فوق وهو سخن مش وهو بارد، عشان ياخد من الفليفر بتاعته. يلا بقى ندوق لنا واحده، ما نزودش الجمبري، الجمبري ما يحبش السوى الزياده فبلاش نزود عليه السوى. حلو قوي، ممكن ندير رشه ملح تاني. وبس كده.